أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أفضل للرجل إذا فاتته صلاة الجماعة أن يصليها لوحده أو يصليها مع زوجته؟ وإذا صلاها مع زوجته فهل يكون له أجر الجماعة؟ الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر، لا تنعقد برجل وامرأة، لكن إذا صلت معك من باب المتابعة فلا بأس بذلك، أما أنها تحصل بها الجماعة فلا أعلم ذلك. الجماعة إنما تكون برجلين فأكثر. نعم.